السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من المدن الذكية، وهنتكلم على أنسنة المدن. المدن خلقت المدن الذكية من أجل الإنسان، ولم يخلق الإنسان من أجل المدن الذكية. الهدف هو راحة الإنسان، وليس الهدف إن احنا ناخد جايزة أفضل مدينة ذكية. مش هدف إن احنا نحط حاجات سمارت سينج وخلاص، مش هسهل علينا الموضوع. في مدن بتبقى فيها أجهزة ذكية كل حاجة، بس انت بتروحها ما بيكونش مستريح، ما بيكونش سعيد، ما بيكونش مبسوط. لا، احنا عايزين مدن الإنسان يكون سعيد فيها. ان التطور التقني المبهر في الحقيقة ليس هو الهدف، بل الهدف هو الإنسان وراحة الإنسان وخلق أفضل التجارب المعيشية لتحقيق سعادة الإنسان. إذ ما الفائدة من بناء مدينة ذكية لكنها مزعجة وغير صالحة لنمو إنسان سليم صحيا ونفسيا؟ نريد مدن تتفاعل معنا وتحترمنا وتلبي احتياجات جميع فئات المجتمع كبيرها وصغيرها، صحيح البدن وذوي الهمم، دون إيذاء من انتشار أمراض أو ضوضاء أو تلوث. وإنشاء مدن تقلل من استخدام الطاقة وتقلل من الانبعاثات الغازية وتشجع على سهولة الوصول إلى المكان الذي تريد دون جهد كبير وتكلفة عالية. دلوقتي أصبح في مدن بيسموها مدن 10 دقائق، يعني اي مكان تعوزه ممكن توصل من خلال المترو او من خلال الوسائل العامة، لمجرد ان انت تمشي اقصى حاجة 10 دقائق. فدي بتقلل ومتخلكش محتاج ان انت تبقى عندك سيارة خاصة. تمام. المدن الذكية تلبي الاحتياجات الفسيولوجية الاساسية والاحتياجات النفسية مثل الامان والحماية، والاحتياجات السيكولوجية مثل الخصوصية. فنحن شكل المدن، والمدن تهيئ تشكيلنا، ولن تكون المدينة إنسانية إلا بمشاركة سكانها في العملية التصميمية والتخطيطية وأخذ رأيهم. فالإنسان مخلوق إيجابي وغير سلبي، لأنه يملك إرادة قوية فعالة ومؤثرة، وهذه الإرادة ساهمت في ظهور التكنولوجيا الحديثة. على المصمم بشكل أساسي استشعار احتياجات ومتطلبات المجتمع وكيف يمكن تحقيقها من خلال التفاهم المدقق للمستخدمين ايا كانت ثقافتهم او مستواهم الاجتماعي والاقتصادي، وليس اشباع رغباته الشخصيه. ممكن هو عايز يعمل حاجه، المصمم هياخد عليها جايزه او حاجه تكون واو او 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 لا، هو لازم يراعي ان الاولويه لاحتياجات المستخدم. لذلك فالمصمم في حاله حوار وتعلم مستمر مع المستخدمين من خلال التحدث معهم ومعرفة احتياجاتهم والوصول إلى لغة مشتركة بهدف حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد نشاطات اجتماعية نابضة للحياة وارتقاء بجودة حياة الإنسان، والأهم من ذلك مشاركة الناس في هذا الارتقاء. أنسنة المدن مصطلح مهم يهدف لجعل المدن صديقة للإنسان وليس فقط مكانا يعيش بداخله، مدينة تخدمه وتمكنه من الاستمتاع بحياته. فيسعى المصمم لتعزيز البعد الإنساني وجعلها أكثر جذبا لحياة الإنسان، وتبني قيم مثل الاستدامة والألفة والتعاطف والرفاهية والعيش المشترك والجماليات والتضامن والاحترام والترفيه إلى آخره. وليس المقصود بها إلغاء السيارات الخاصة، بل توفير وسائل بديلة مثل النقل العام بشكل يراعي أدمية الإنسان وبسعر مناسب مع وجود السيارات الخاصة. ولعل أفضل مثال على أنسنة المدن التي تحترم إنسانية المستخدم هي المدن التقليدية القديمة التي احتوت عناصر معمارية رائعة مثل المصطبة، اللي هي الدكة المبنية للجلوس عليها، والمصطبة هي مكان مرتفع كلنا نجلس عليه، والتي يجتمع عندها الجيران لمناقشة قضاياهم والتعرف على مشاكلهم، والمشربية التي تسمح بدخول الهواء ورؤية الشارع وتحافظ على خصوصية أهل البيت، فتعرض لهواء متغير ومتحرك وتقدم حركة مريحة للعين، وكذلك زراعة الطرق بالشجر المثمر وليس شجر الزينة ليكون منها أهل المدينة وعابر السبيل. ولعلك عندما ترى الأبراج العالية تتعجب من وجود دور مخصص للآلات في منتصف البرج، ولا يوجد دور مخصص لجمع السكان والأطفال وكبار السن ويسمح بممارسة أنشطتهم الاجتماعية. وهناك أمثلة كثيرة جديرة بالذكر على المدن الإنسانية الحديثة، نذكر منها سنغافورة وطوكيو في اليابان وكوبنهاجن في الدنمارك وموناكو على نهر الريفيرا الفرنسي وبيرث الأسترالية. مثلا سنغافورة، ينعم سكان سنغافورة بأحد أقل معدلات الوفيات بين الأطفال الرضع في العالم، ورابع أعلى متوسط أعمار بين البشر، والذي يبلغ حوالي 84 عاما حسب ما ورد في كتاب الإحصائيات العالمية فاكت بوك الذي تصدره وكالة المخابرات الأمريكية. وجد سنغافورة أحد أكثر نظم العناية الصحية كفاءة في العالم، حيث يستفيد منه 80%
من السكان مقابل تكلفة متفاوتة حسب نوعية الخدمة ودخل المواطن. ويستفيد سكان المدينة من نظام المواصلات العامة يعرف اختصارا باسم سمارت، والذي يستخدمه يوميا أكثر من 2 مليون شخص. وتطلق سنغافورة على نفسها وصف مدينة الحدائق، حيث تضم عشرات الحدائق العامة والمساحات الخضراء والمسارات الجبلية المحيطة بالجزيرة. ويستفيد ركيب الدراجات مرتدة المتنزهات من شبكة الطرق والممرات التي تربط بين الحدائق والمساحات الخضراء لأجل ممارسة السير والجري، والتي يزيد طولها الإجمالي عن 200 كيلومتر. طوكيو يعتبر انبعاث غازات الاحتباس الحراري الأقل مما هو عليه في معظم المدن الآسيوية. ويفيد البنك الدولي بأن متوسط نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون في طوكيو يبلغ 4.89 طن، بينما يبلغ في بكين 10.8 طن، وفي سنغافورة 7.86 طن. وقد صنفت الغارديان طوكيو كثاني مدينة في العالم من حيث ظروف الحياة الصحية، وتعتبر أعمار قاتل العاصمة اليابانية الأعلى في العالم، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع للفرد 58 عاما. بيرس الأسترالية، بالنسبة للمواصلات الداخلية ببيرس في خدمة متميزة حقا، حيث يكفي شراء تذكرة واحدة فقط للتنقل عبر جميع أنواع وسائل المواصلات، سواء كانت حافلات أو قطارات أو عبارات. كما يوجد بعض وسائل المواصلات المجانية التي تعمل من الساعة 6:30 إلى 6:30 مساء طوال أيام الأسبوع. إمارة موناكو الفرنسية تميز بشبكة المواصلات العامة الصديقة للبيئة. تقول ستيل انتوجلي مديرة السياحة المسؤولة في هيئة السياحة بإمارة موناكو إن الحفاظ على البيئة ليس جديدا على إمارة موناكو، حيث يواظب الأمير ألبرت الثاني جهود أجدده لرفع الوعي بالمخاطر البيئية. وأثمرت هذه الجهود عن إنشاء مؤسسة الأمير ألبرت الثاني التي تضع في مقدمة أولوياتها تغير المناخ وإدارة المياه واستعادة التنوع البيولوجي. كوبنهاجن بدأ توفير الأموال وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتيسير التنقل. لجأت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن إلى إعداد شبكة لاسلكية متنامية تربط إضاءة الطرق والكثير من أدوات الاستشعار، ويأمل المسؤولون أن تساعد المدينة على بلوغ هدفها بأن تصبح العاصمة الأولى في العالم التي تحقق محايدة الكربون أو توازن استهلاكها من ثاني أكسيد الكربون بما تضيف منه بحلول عام 2025. وفضلا عن الهدف الطموح للمدينة التي يسكنها نحو 1,200,000 نسمة، تسهم الشبكة في تحقيق أهداف أخرى، منها تنبيه قسم الصرف الصحي لتفريغ سلات المهملات واطلاع ركاب الدراجات على المسارات الأهدى أو الأسرع لبلوغ وجهتهم. كما خصصت المدينة مسارات باسم جرين ويف أو الموجة الخضراء للدراجات، تمد فيها إشارات باللون الأخضر لتحذير سائقي الدراجات من الأضواء الحمراء لإشارات المرور. علينا تبني إنسانية العمارة والعمران، فالإنسان هو الهدف والوسيلة، مثل تطوير العشوائيات وليس هدمها، مع مشاركة الأفراد أنفسهم في هذا التطوير، خاصة بالأماكن التي تعتبر بالنسبة لهم متنفس طبيعي، تعمل على تعزيز وتقوية الإحساس بالانتماء والارتباط، وتؤثر إيجابيا على طريقة تعاملهم مع بيئاتهم، وتزيد إحساسهم بالمسؤولية اتجاه ما صنعوا بأيديهم.